في حلقة جديدة من برنامج صحافة الغد. خلونا نبتدي الحلقة النهاردة باستعراض أبرز العناوين اللي موجودة معنا النهاردة في صحافة بكرة إن شاء الله. من الوفد نطالع: الوزراء لا تأجيل للعام الدراسي الجديد. في المصري اليوم: الصحة تستقبل 1,000,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا. أما في اليوم السابع: طلائع الجيش سوبر الكرة المصرية. خلونا نبتدي تفاصيل العناوين والأخبار الموجودة معنا النهاردة واللي حازت على اهتمام صحافة القاهرة الصادرة صباح الغد الخميس إن شاء الله، ونبتدي من اليوم السابع ونطالع عنوان مشروعات الإسكان الاجتماعي على أجندة أولويات عمل الرئيس منذ توليه المسؤولية. تفاصيل هذا الخبر زي ما وردت في اليوم السابع: أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ما تم افتتاحه أمس من مشروعات تنموية وخدمية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له دور كبير في دعم جهود الدولة لتنمية سيناء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه البقعة الغالية على المصريين، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية وتيسير الحركة منها وإليها، تعزيزا لجهود جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية. أيضا أشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي اللي عقد النهاردة برئاسته بحجم الأعمال اللي تمت في هذه المشروعات الخدمية والتنموية لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووجه الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز، وكذلك للوزارات والجهات والشركات التي شاركت في تنفيذ هذه المشروعات، معبرا عن سعادته كمهندس بما وصلت إليه الشركات المصرية من كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى بجودة وبتوقيتات زمنية دقيقة. خلال الاجتماع توجه رئيس الوزراء بالتهنئة أيضا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناسبة الحصول على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الجائزة تدلل وتوثق ما أنجزته الدولة المصرية في هذا القطاع وشهد به الجميع. خلونا نروح لصحيفة الوفد ونطالع منها خبر بيهم أكيد المئات الآلاف من الأسر المصرية: الوزراء لا تأجيل للعام الدراسي الجديد. تفاصيل هذا الخبر زي ما وردت في الوفد: كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي 2021-2022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، ووضحت الوزارة أن الدراسة هتبدأ في المواعيد المحددة وفقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأيضا أشارت إلى أنه جار العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، وده هيكون بالتعاون مع وزارة الصحة. خلونا نروح لموضوع آخر في المصري اليوم، وهو حوالين استقبال وزارة الصحة لمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا و830 مركز لتلقي اللقاحات المضادة لكورونا في مصر. من تفاصيل هذا الخبر: أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول شحنة بتضم أكثر من 1,000,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأربع، على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية. وأكدت الوزارة أن اللقاحات آمنة وفعالة وتحمي من العدوى وكذلك من الدخول في مضاعفات حرجة،
واستعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محليا ودوليا وموقف بعض الدول من التطعيم، وهذا الاستعراض جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء النهاردة. أيضا وزيرة الصحة سلطت الضوء على أحدث تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية حول موقف توفير اللقاحات دوليا، والأشار فيها إلى أن مصر تعد من أوائل الدول في قارة إفريقيا التي عملت على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التغطية للقاحات مقارنة بمعظم دول إفريقيا. فيما يتعلق بموقف اللقاحات في مصر، أشارت وزيرة الصحة إلى أن العدد الإجمالي لمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بلغت 830 مركز بما في ذلك مكاتب السفر، وأضافت أنه تم افتتاح مراكز موسعة لتلقي اللقاحات وتطعيم المواطنين في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، واللي شهدت افتتاح المركز الموسع لتلقي اللقاحات بكلية الفنون التطبيقية. وأيضا نوهت إلى أنه جاري العمل على افتتاح مركز موسع للقاحات في محافظة قنا. في السياق نفسه برضو استعرضت وزيرة الصحة التجهيزات الجارية لاستقبال جرعات لقاح فايزر في عدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي سعة التخزين بها حوالي 4,366,000 سعة تخزينية، ونوهت إلى أنه تم شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع في تجهيزات استقبال اللقاحات. وللتعليق على هذا الموضوع معنا دلوقتي الأستاذ أكرم عبد الرحيم الكاتب الصحفي بالمصري اليوم. أستاذ أكرم أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ شعلان. أهلا بيك والسادة. مع وصول مليون جرعة جديدة النهاردة من لقاح أسترازينيكا، ومع تعدد مصادر حصول مصر على اللقاحات بمختلف أنواعها، إلى أي مدى بتكون مصر يعني ضمنت وجود عدد كاف من اللقاحات لتطعيم مواطنيها والمقيمين على أرضها؟ احنا طبعا السياسة الصحية عندنا في مصر بتبنى على توافر الخمس أنواع من اللقاحات. في طبعا عندنا مصانع بدأت تنتج، واحنا بيوصل تقريبا حجمها أسبوعيا تقريبا حوالي من مليون إلى 3 مليون جرعة. من بين أشهر المصانع هو المصانع فاكسيرا في أكتوبر هنا، والاتجاه بتاع وزارة الصحة إن هو يتم تطعيم نحو 50% من المواطنين في نهاية هذه السنة. لا شك إن مصر لديها علاقات متميزة وممتازة بين عدد من الدول الأوروبية في المجال الطبي والصحي، وسبق إن احنا طبعا حصلنا على جرعات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إنجلترا ومن ألمانيا ومن الصين. الشحنة الجديدة دي اللي احنا كنا منتظرينها من يومين ووصلت النهاردة، كانت 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من ألمانيا. ووزارة الصحة طبعا برضو يعني جهزت أو عملت كافة التسهيلات والتجهيزات في مطار القاهرة لتوزيع او استقبال اللقاحات قبل توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشره في الجمهوريه للوقايه من كورونا. السحنه لا شك انها تخضع للتحاليل في معامل هيئه الدواء المصريه، ومن المعروف ان اللقاح أسترازينيكا اثبت فعاليته في الوقايه من الاصابه بفيروس كورونا. هو عباره عن جرعتين بيفصل بينهم 28 يوم فضلا عن حصول موافقه استخدام الطارئ من منظمه الصحه العالميه. المستهدف ان احنا طبعا زي ما تحرك حوالي 50%، وطبعا ده بيتم من خلال المراكز الطبيه الى جانب طبعا تطعيم الموظفين والعمال في الحكومه وطلبه الجامعات وطلبه المدارس. الهدف من ده كله ان الدولة بعد كده هتصبح مركز للتطعيمات اللي هي بعد كده هتوردها لافريقيا خلال العامين القادمين ان شاء الله، بحيث ان مصر تصبح مركز لوجستي للتطعيم او تقديم التطعيمات لقارة افريقيا كما سبق لنا في فيروس دي، لان مصر تعتبر من الدول الرائدة
يعني في اللقاحات وفي الحفاظ على أبنائها وعلى أبناء القارة الأفريقية على السواء. تمام. طيب أستاذ أكرم، أيضا وزيرة الصحة اتكلمت عن تجهيزات جريئة أيضا لاستقبال جرعات من لقاح فايزر، إلى أي مدى؟ تمام. خصوصا إحنا عارفين أن لقاح فايزر بيحتاج إلى تجهيزات معينة واستعدادات مختلفة عن يعني الاستعدادات اللي بتتطلبها اللقاحات التانية، إلى أي مدى مصر هتكون قادرة فعلا على توفير هذه الاحتياجات والحفاظ على لقاحات فايزر اللي هيتم استقبالها في الفترات القادمة؟ طبعا احنا لدينا خبراء من هيئة مصر للقاح، وهم عندهم دراية وخبرة كثيرة، يعني أكثر من 50 سنة الهيئة عندها خبرة في التخزين والاحتفاظ بمدى حيوية اللقاحات. طبعا اللقاح فايزر بيحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا جدا تفوق الدرجات اللي هي لأي لقاح آخر، ومصر إن شاء الله لديها التجهيزات الكافية للوصول بثلاجات معينة تصل درجة حرارتها إلى تقريبا ناقص 20. طبعا وزارة الصحة ساعدت استعداد جيد لاستقبال كافة اللقاحات، سواء اللقاحات اللي هي بيتم إنتاجها داخل مصر أو من اللقاحات اللي هي بتيجي من بعض دول زي ألمانيا والصين وإنجلترا. يعني احنا عندنا أبكم طبية يعني مدربة تدريب جيد على هذه اللقاحات، إلى جانب عندنا من أطباء من أكفأ الأطباء على مستوى العالم. تمام، شكرا لحضرتك أستاذ أكرم عبد الرحيم الكاتب الصحفي بالمصري اليوم، كنت معنا عبر الهاتف. لسه معانا صحيفة المصري اليوم وخبر آخر وموضوع آخر بعنوان البرلمان يبدأ أعماله في أكتوبر بالإيجار القديم والأحوال الشخصية. تفاصيل هذا الخبر مع اقتراب شهر أكتوبر المقرر أن تبدأ فيه أعمال البرلمان بغرفتيه، تبدأ الأحزاب السياسية ممثلة في الهيئات البرلمانية وضع أجندتها التشريعية والتي تشمل القوانين ذات الأولوية لكل حزب، ويبدأ مجلس النواب أكتوبر المقبل عقد جلسات دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بعد أجازة برلمانية بدأت في شهر يوليو 2021 وامتدت لثلاثة أشهر. من المتوقع أن تعقد الجلسة في الثالث أو الرابع من أكتوبر المقبل يومي الأحد أو الاثنين، وهي الأيام المعتاد عقد الجلسات بها، لأن الخميس الأول من أكتوبر يوافق 7 أكتوبر، ويتوقع أن يكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر وفقا لقرارات مجلس الوزراء التي نصت على أن تكون الإجازات الرسمية يوم الخميس من نفس الأسبوع الذي به الإجازة. يبدأ المجلس دور الانعقاد العادي بإجراء انتخابات تشكيل اللجان النوعية طبقا للمادة 39 من اللائحة الداخلية. من ناحية تانية، أنهت غالبية الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بمجلسي النواب والشيوخ استعداداتها لبدء دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثاني، حيث وضعت عددا من القضايا المهمة على رأس أولوياتها في الأجندة التشريعية، أولها قانون الإيجار القديم وقانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية وقانون المسؤولية الطبية وقانون الغارمين والغارمات، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية. طبعا يعني في عدد من القوانين أو مشروعات القوانين مهمة، ويعني فعلا عدد كبير من المواطنين منتظرين صدور هذه القوانين زي قانون الإيجار القديم، واللي بيشغل بال يعني الآلاف من المواطنين، وسواء ما بين ملاك أو مستأجرين، وأيضا قانون الأحوال الشخصية. طيب للتعرف أكثر على هذا الموضوع معنا الأستاذة فريدة محمد رئيس قسم البرلمان بجريدة روز اليوسف. أستاذة فريدة أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة. أستاذة فريدة، هل من المتوقع فعلا أن يتم الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم في هذه الدورة البرلمانية، ولا يعني ربما يتم تأجيله زي ما أجل من فترات سابقة وكان بيجري الحديث عن أنه هيكون مطروح للنقاش ولكن بيؤجل؟ طبعا مجلس النواب بيبدأ دور الانعقاد الثاني في أكتوبر وفقا للائحة والدستور اللي بيحدد موعد محدد لانعقاد دور الانعقاد.
اللي بيبدا في اكتوبر وبينتهي في يوليو. طبعا السيد رئيس الجمهوريه من المقرر انه بيدعو المجلس الانعقاد وفقا للموعد المحدد في الدستور واللائحه الداخليه للمجلس. طبعا بالنسبه لمشروع القانون اللي حضرتك تحدثت عنه، هذا المشروع كان قد درس في البرلمان السابق وتم تاجيله بسبب يعني فكره المزيد من الحوار المجتمعي حوله. هذا التشريع يعني حينما يقدم الى مجلس النواب سيخضع لحوار مجتمعي، لانه من التشريعات الشائكه والتي اثارت جدلا كبيرا خلال المرحله السابقه. وبالتالي نحن نتحدث عن تشريع ستجري حوله مثلا لجنه الاسكان بمجلس النواب حوار مع الحكومه والجهات المعنيه، ومجلس الشيوخ ايضا سيشارك في هذا الحوار من خلال طبعا زي ما حضرتك عارف في غرفه اخرى للبرلمان بتشارك في اعداد الدراسات سواء خاصه بالتشريعات او غيرها. هيتم دراسه هذا التشريع واجراء حوار مجتمعي حوله، وطبعا في اقتراحات كثيره مقدمه من النواب بالاضافه الى ان الحكومه سيكون لها تصور. فكره انجاز التشريع في الدور الانعقاد الحالي ام لا، دي بتخضع لفكره التوصل الى تشريع حوله اجماع وقابل للتطبيق على ارض الواقع، لان زي ما حضرتك عارف انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يصدر مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومه اي تشريع غير قابل للتطبيق على ارض الواقع. فكره ادراجه ضمن جدول الاعمال دي بتخضع لحوار دائما بيكون بين المجلسين بين المجالس النيابيه او المجلسين النيابيين والحكومه التي تحدد الاولويات التشريعيه بالتنسيق مع المجالس النيابيه. ويمكن قبل دور الانعقاد بيتم او بيحدث ما يسمى بالاجتماعات التنسيقيه بين هيئه مكتب البرلمان والحكومه لتحديد الاولويات التشريعيه، ووفقا لهذه الاولويات بيستطيع البرلمان انجاز التشريعات وفقا لاولوياتها وفقا لاجنده الحكومه واجنده البرلمان والاولويات اللي بيحتاجها سواء المواطن او الدوله في هذه المرحله. شكرا لحضرتك استاذه فريده محمد رئيس قسم البرلمان بجريده روز اليوسف، كنت معنا عبر الهاتف. لسه معاكم مشاهدينا في استعراضنا من صحيفة المصري اليوم، وفي التعليم تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة للمدارس الخميس. التفاصيل، أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني الناجحين بالثانوية العامة اليوم الخميس من المدارس الثانوية ليتمكنوا من تسليم أوراقهم المطلوبة في تنسيق الجامعات. وزارة التربية والتعليم طلبت الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة التوجه إلى مدارسهم للحصول على استمارات النجاح والرقم السري الذي يستخدمه الطالب للدخول إلى موقع تنسيق الجامعات. وأعلنت الوزارة أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني أكثر من 153 ألف طالب وطالبة، حضر منهم برضو 153,794. ووضحت أنه بلغ عدد الناجحين في امتحانات الدور الثاني 133,774 طالب وطالبة بنسبة نجاح وصلت ل 87%، ونحو 20,000 طالب وطالبة من الراسبين الباقين للإعادة في امتحانات الدور الثاني ولم يحققوا نسبة النجاح المطلوبة. نرجع لصحيفة اليوم السابع ونستعرض آخر أخبارنا اللي موجود معنا النهاردة في صحافة الغد. الطلائع، طلائع الجيش سوبر الكرة المصرية، وتفاصيل هذا الخبر زي ما جاءت في اليوم السابع. عمت الأفراح نادي طلائع الجيش الذي حقق إنجازا تاريخيا بحصد لقب بطولة السوبر المصري بالفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية يوم الثلاث، وسادت حالة من السعادة والارتياح بين أروقة النادي الذي قدم ملحمة كروية أمام الأهلي بطل إفريقيا. ونجح فريق الطلائع بقيادة مديره الفني الكفء عبد الحميد بسيوني في مجارات لاعبي الأهلي الذين يقدر ثمنهم بملايين الجنيهات، وحسم البطولة لصالحه بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
نال فريق طلائع الجيش إشادة وتقدير الجميع في الوسط الكروي بعدما قدم درسا رائعا في الإصرار والعزيمة وتخطي عقبة فريق كبير كالأهلي، وأثبت الطلائع عمليا أن كرة القدم لا تعطي إلا لمن يجتهد ويخلص في الملعب دون النظر للأسماء الكبيرة أو الصفقات التي بالملايين. أما بالنسبة للنادي الأهلي فزي ما بتقول اليوم السابع ثورة غضب في الأهلي بعد ضياع السوبر المصري، فاشتعلت الأوضاع في النادي الأهلي غضبا وحزنا على ضياع بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، حيث صب جمهور الفريق جام غضبه على اللاعبين والجهاز الفني بعد الأداء المتراخي والمتخاذل أمام طلائع الجيش الذي لعب بكل جدية وإصرار وحماس واستحق التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه بالفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية. كل تهاني لفريق طلائع الجيش وأيضا هارد لك لفريق النادي الأهلي وجماهيره. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في برنامج صحافة الغد. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة نستعرض أبرز العناوين والملفات اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة في صباح اليوم التالي. إلى اللقاء.